يعني تحاول هذه السيدة اللبنانية شرح ظروف عيشها البائسة لرئيس البنك الدولي جيم يون كيم الذي جال في أحد مراكز الخدمات الإنمائية في بيروت المخصص لدعم الأسر الأكثر فقراً. فالفقراء في لبنان زادوا فقراً وأعداداً نتيجة تدفق الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين إلى لبنان. حوالي 30% من الشعب اللبناني بحاجة لمثل هذه الخدمات، وتضاعفت نسبة البطالة في فترة قصيرة جدا، والخسائر الاقتصادية تقدر بملايين الدولارات. من وجهة نظرنا علينا أن نؤمن الدعم للاجئين السوريين والمواطنين اللبنانيين أيضا. كلف النزاع السوري الاقتصاد اللبناني أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي، وعانت المجتمعات اللبنانية المضيفة من تدهور الخدمات ونقص المساعدات. إذ إنه الفقر زاد 170 ألف عائلة عن العيلة اللي كانت موجودة سابقاً تحت خط الفقر، وهذا شيء عم يطلب منا مزيد من التحديات، مزيد من العمل لمساعدة اللبنانيين لتخطي هالمرحلة الصعبة. كما تعلمين، تعهد كثيرون بدعم لبنان، ووظيفتي الآن هي أن أخرج وأنشر هذه الرسالة للجميع أنه علينا أن نسرع وندعم لبنان. يشير رئيس البنك الدولي إلى أهمية دعم البنى التحتية والمدارس والمستشفيات ليستفيد اللبنانيون واللاجئون السوريون في آن معا. أراد مدير البنك الدولي تفقد الأوضاع على أرض الواقع قبل اجتماعه بممثلي الدول المانحة، وقام بجولة في منطقة النبعة إحدى المناطق الأكثر فقراً في بيروت حيث تعيش عائلات سورية لاجئة. هنا في هذه المدرسة أصبح هناك أكثر من 200 طالب سوري، بينما لا يزيد عدد الطلاب اللبنانيين عن 120. عقد رئيس البنك الدولي اجتماعاً في السراي الحكومي مع ممثلي الدول المانحة، وأكد لهم خطورة الوضع وضرورة التحرك سريعاً لدعم لبنان قبل انهيار اقتصاده. لاريسا عون، سكاي نيوز عربية، بيروت.